الشناق اخويا خرجوا علينا هاد العام. اسمع الشناقه شناق انت كدي مره في العام شناق كدي العام كامل وجيبي العام كامل. هادو على البوطه دازت هادو على التعبيه شو الحاولي هادو على البوطه شو ساكس كاع شاب ساكس هادو على البوطه كاع شاب ساكس دو على البوطه دو على الجزيره اصاحب دازت وباغي 80 فين غادي وهذاك مسكين اللي تابعوا الكرا وتابعوا الضو وتلقاه صاحبي في الزنقه تلقاك براك في الزنقه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا خويا بخير. بخير خويا. الله يحفظك. بخير. الله يحفظك. مرحبا بك عندنا في قلعه. الله يكبر بك. كدير انت؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. تلينا هذه خويا دينا ب 74 الواحد بدريه تخليطه مخلطه هذه كامله هذه ب 74 معايش تقديش هذه مع الثلاثه ليه ما عندكش كساب وبعتها في التليفون كانت طلعت في القناه وبعتها دابا المولى لا بعتها المولى تبغى ديها دابا غادي نصيفطوها ليه مع الطوموبيل ونظريتك في الحوار ديال الصبريون واش ما كاين حتى شي فرق اخوها راه بحال بحال راه باين باين هذيك راه مستورده وهذيك راه غير هذيك راه فيها شي تلاعبات من ناحيتاش من ناحيتاش من ناحيه اللي مستوردينها خاصهم يبيعوها في الضيعه ديالهم اخويا ياك ما يدخلوش الاسواق ما يدخلهاش الاسواق اذا دخلها للسوق وشريت انا شحال غادي نبيع انا للعيال يعني غيدخلوها هما يا وتشرا يشرا الشناق بالليل يعني اييه وغيولي يبيع غالي ثمن اخر الله هو ويطلع السوق يبيع بهذاك الثمن المناسب اللي عنده في الضيعه اييه وشنو شي بالك انت بالنسبه للناس اللي يربحوا اكثر واش اللي عندهم الحواله ديال المغرب ولا هذوك لا الكساب ديال المغرب ما شايط ليه والو يعني ديال الصبليه وعنده ربح بهم راه ولات مسعره خويا تنشريو هاد البركه تنقولوا بشحال تنتسروا مع مولاتي يعطينا داك الخبيز الله يعاون الله يجيب السلام يعني هذوك شي بقى لهم ربح بزاف هذوك بزاف لانه قالوا جايه ب 1000 درهم ومدعمه الدوله ب 500 درهم ومتبعه 65 درهم كيلو ايوا 65 حسب شحال فين فين صبحت الحوليه جايه ب 70 الف فرنك ومدعمه ب 10 في شحال بقات ب 4000 ريال ورا اللهم انا كلشي فابور بقى يوم عدى ورا منكر هذا الصواب راه هذا هو اللي سميتو المعقول عندنا بقى على السراغ وهذا الشيء اللي تيقولوا اخويا راه الناس ورا الناس اللي قالوا اخويا راه كاين السيد جار مصطفى اسماعيل اي مصدقين عليهم مصدقين عليهم وبشحال جايه هي الله اعلم ايوا قول الله اعلم لا راه باين الحساب الله يهديك امال بشحال جايه بشحال جايه لا انت عارف عطينا معلومه انت ما عارفش بحال هذا البلا اللي قال لك هو جايه ب 700 درهم ومحيدين لهم 500 درهم بتبقى 200 درهم هي قول فابور يربحوا على ما بيربحوا حتى الشيء اللي يلوحوا في الناس فيديوهات بالوراق التقارير ولا تعال هضره كلها كيقول كلها كيقول سورة السي عبد الرحيم من اسبانيا الله يرحم لك الوالدين ولكن ما شفتش شي حاجه بعينك وشي بعينك لا شو قضيه الاثمنه احنا غادي نحيدوها دخلت هاد الناس اللي مستوردين يبيعوها في الضيعه ديالو ما يحاولوش يدخلوا السوق. واش الناس بيحسوا بيع اشترى ما يبقاش بيع اشترى. لا دابا هو تيقول لك حوالي. السوق كاع نهائيا. دابا حوالي ديال الصبالي وما يتباعوش في الرحبات. علاش؟ قال لك زعما حتى. يتباعوا للعياد. العياد غيتباعوا. يدوب شناق. يدوب شناق. شناق دابا 40 ياك مثال وصي عليه 2000 تا ولا 42 غيبيعوا ب 50 في الضيعه يبيعوا ب 40. كاينو ما كايناش. خاصو يبيعوا فلوس يبيعوا في الضيعه شو يجيبوا مليا خاصو يدفعوا في الضيعه في الضيعه شحال يبيعوا في الضيعه ب 40 اسي المسلمين باعوا لينا ب 14000 الكفار باعوا لينا ب 40000 والله خويا العكس ديال شوف خويا فهمتي هاد العام والله تكاين الغلا خويا العافيه شاع على الناس راه ما بغاوش الثقه والله شكون هما الناس شناق اخويا خرجوا علينا هاد العام ما تعممش لا لا شوف شوف اسمع 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 الشناقه اسمع الشناقه اسمع شناق انت كدي مره في العام شناق كدي العام كامل وجيب العام كامل تاخدي كدي مره في العيد دي خروف في العيد تقول لي غالي شناق العام كامل شناق العام كامل شناق العام كامل جيت تام ديالك الساد يخرجوا في المرة بالعيد حنا الاخرين دول الاف اخويا الله يديك خويا قداش شناق على السوق دابا هادي واعطيني ندوي غندوي غادي نعطيك واحد النقطة غادي نشوف شوف ما ردنا تسي شناق راه تسوم علي ما دينا التومة واش حنا كنتحاوروا ولا كنتعايروا ما كنتعايروش ادوي وخليني ندوي ادوي خويا انت قداش شناق انت كتجي مره في العام كتعي مره في العام كدي حولي مره في العام كيستاف هناك العام كله كيشوف العام كامل وانت انا راه ماشي ود المدينه باش ندي حولي وانت اقول المدينه كل وصل غيزي كل مو غيزي ثانيه الكساب والله ما يبيع العياد لا لا بعد بعد شنا انا هو مدخل 20 سياسه لا العلي دي 100 درهم هذا ولكن ماشي 1000 درهم لا اسمح لي دابا هاد 1000 درهم وهاد 1500 شوف شوف اسمعني اسمعني دابا شوف انا ما كندوش على الشناقه كاملين كاين اللي مصفي وكاين اللي والله ما مصفي كاين اللي والله عبروش يلقاو فيه الحناش اصحابي اسمع اسمع كاين واحد النوع كاين واحد النوع ديال الشناقه كيقول لك انا الحولي بشحال شاريه 160000
كيقول لك انا باغي فيه 180، هو داك الحاولي تلقى شاريه ب 120 وكيزيد ديك 60 وباغي 80، فين غادي؟ وهذاك مسكين اللي تابعوا الكرا وتابعوا الضو وتلقى صاحبي في الزنقه، تلقاك براكه في الزنقه. وكاين دابا السيد اللي بيشتري اضحيه في عام مره في العام مره في العام كيزيد يقول لي الشنقه داروا، اسمح لي شنو عداروا ولا هادو علفوا ولا علفش انت ديت الخروف شتري درك قدام صغير ب 50 الف زكاز والماء هو الساهل هذاك اللي عندك عريضك عريضك احلف بالله تنحلف عريضك والله هذا العام تم قابل 160 حولي انا ومعلف ومرد كلامي قلت لك كتقول لي دخلناك بالله هذا الخريف بدري هو ب 50 الف درك تصنطيه الخريف بدري راه ب 50 الف واول عام باقي لك عام باش تحلفوا تدي تحلفوا انت وتجيبوا شحال يتقام عليك هذا الحولي بالعام انت تخسر عليه انت اسمعني دابا وحنا ما كنديش غير 60 وحنا ما اسمعني علفتي 160 شحال تقابل عليك هذه وراه ضروري الحلف شحال تقابل عليك ضروري الحلف ولكن شوف الخروف مني كيتزاد واخا صواب الخروف مني كيتزاد هو في الجابيه الكلام راه يعقر اي حاجه تزاد ماشي على الغنم اللي تزاد راه كلينيك تزادت البيض زادك راه ب 3 دريال واخا مع الغنم ما دير بالك مع الغنم كيجي لهاد الغنم كيفاش كيقول غلوا هادو اداروا اسمح لي هادو على البوطه تكلم مع صوابه هادو على البوطه زادت هادو على التعبيه شو الحاولي هادو على البوطه شو ساكس كاع شاب ساكس هادو على البوطه كاع شاب ساكس دو على البوطه دو على الجزيره الاسعار زادت دو على الاسعار دو على الحاولي مره في العام البوطه سنين ديما زادت مره في العام مره تولاش مره تولاش خرجوا علينا مره تولاش بدل البلاد حق الله هادو على البوطه بدات سنين سنين شي مرة عيد مرة في السنة سنين المرة سنين شكون هذا اللي هضروا هضروا ساخن مع العيالات الله يا شمس يا شمس ساكس شكون يخيف كلشي يخيف هضروا 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 شكون اللي زاد في الفوطة في ناس دوك فراوات زاد الوزير هضروا معاه خشون اسمع اسمع والله ما رضونا الملك الوالده والوالدين السلام عليكم كاين جيبوا البوطه البوطه راه وليتي تخطب بها دابا المهم مرحبا بك عندنا في سراغنا وتحيه للمغاربه اينما تحيه ولاد سراغنا وراك عزيزه ومشي كتصوري على الطمع تصوري على الله خلي الطمع حق الله خويا كتصوري على الطمع تسوي على الطمع ولا البيع عشرة خروبة تسوي فيه فلوس ولا تسوي على المشاع على الطمع راك عندك الارهاق عندك 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 معله يخلي تسوي اخويا الله ما تخيفي بالله تحية لكساب الرجال وشناقة الرجال ماشي شناقة شلابية تحية وسلام